أهلين مجاهد، أهلين عهد، أهلين فيكم في هذه الجولة الجميلة من مدينة جدة. ونحن اليوم في فعالية النجناج اللي احتفلت من ضمن 14 منطقة من مناطق المملكة بهذه الفعاليات. زي ما نحن شايفين إحنا الآن في منطقة السوق اللي تواجد فيه عدد كبير من الناس المتواجدين هنا معانا، واللي السوق بتشوف فيه له كثير من الناس اللي لابسين الملابس التراثية، غير الفعاليات الموجودة واللي مثلت في هذه المنطقة خمس مناطق من مناطق المملكة اللي هي الوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية والشمالية. كثير من الناس طبعا احنا اليوم شفناهم وهم بيلبسوا الملابس القديمة اللي كانت في عهد الدولة السعودية من ثلاثة قرون. ونحن هنا في وسط السوق شفنا طبعا ويكا، حتكون معانا الدكتورة رانيا خوغير، هي دكتورة تراث. طبعا احنا شفناها وشفنا لبسها، وطبعا ما يخفى علينا نحن ما نقدر نسيب هذا الشيء الجميل وما نتكلم عنه. دكتورة رانيا مساء الخير. يا هلا وسهلا، مساء النور، وكل عام وانتم بخير والدولة السعودية بخير وعافية. كلمينا اليوم عن اللبس حقك. اللبس اللي انا لابسته يعتبر اللي هو الكرت البرنسيس والسديري والمحرمة والمدورة والسروال، بس أنا شوية مطورة في السديري والسروال. طبعا الكرتة هي في الكرتة بالخطوط البرنسيس أو اللي هي تجي بالخط الوسط وتكون فيها زم، تعتبر أصلا هي زمان من الملابس الداخلية أو ملابس المنزلية، كان يلبسوها تحت التوب المسدح أو التوب الزبون على حسب المنطقة، سواء الحجاز. لا لا، موجودة كمان حتى في الشمال وفي الشرقية، بس على حسب كيف طريقة تفصيلها، كيف طريقة التطريز حقتها، بس أكثر حاجة هي في المنطقة الغربية. أيوة تختلف حسب المسميات، حسب البيئة، حسب العادات والتقاليد، حسب إيش يأثر عليهم زي كده. فعندك مثلا المنطقة الغربية فيها نسيج من الثقافات، فيها تداخل قبائل، فيها تداخل ثقافات، يعني الحج والعمرة والتجار والرحالة وكده، فاختلفت عندنا الأزياء. فكل زي تلاقي فيه سمة معينة. فعندك مثلا التوب المسدح يختلف المسمى تبعه أو الخامات أو التطريز من المنطقة الغربية من قبيلة لقبيلة، أو عندك مثلا في الجنوب أو في منطقة نجد تسمى كمان بعدة أزياء، إن كان التوب المتفت أو توب تور، أو عندنا هنا تسمى مسدح أو مطابق أو كذا. عندك مثلا في الغربية تسمى توب درفة الباب أو توب الشرع المديني وكذا، حسب كمان إيش تلبس تحته، توب الزبون تلبس تطريزه كيف طريقته، هي مثلا تلبسه عليه المخدة والتخشيشة وتلبس معاه كذا، على حسب طريقة اللبس تسمى. شكرا لك دكتورة رانيا. أنا كمان حابة أقول إنه زي ما نحن في هذه الفعالية، في فعاليات مرة كثيرة، يمكن الكاميرا لو تورينا، كان في ورانا كان في عرضة، ونحن شايفين السوق الشعبي اللي احنا متواجدين فيه هنا، غير الناس الموجودة معانا وبتشاركنا في هذه المناسبة. حابة بس أقول إنه هذه المناسبة تستمر من اليوم الأحد إلى يوم الخميس، يفتح أبوابها من الساعة الرابعة للساعة الحادية عشر مساء. كل الناس زي ما انت، انا ما كنت اتوقع بصراحة اني انا ممكن الاقي هذا الكم الهائل من الناس الموجودة، والناس اللي حتى جاية ولابسة الملابس القديمة. زي ما قالت الدكتورة رانيا ان احنا بنختلف في عاداتنا وتقاليدنا، وحتى في كل منطقة من مناطق المملكة تلاقي، يعني عندنا منطقة الحجاز، عندنا جدة، مكة، الطائف، المدينة، هذه المنطقة اللي تعتبر جدا غنية بثقافتها وحتى بالاشياء الموجودة.